يفتوا مع الناس. يا جماعة ما ننشق الكلام من هنا، بيضحكوا فينا والله وطالله، بيضحكوا فينا. اتقوا الله في أنفسكم، والله بيضحكوا فينا. يا أخي ما بتعرف الله كله كله، بتعرف الإنساني ولا ما بتعرف؟ عشان ما يقول لك أنا داير أركب لك كوس إسلامي وبتاع. قبل كده قلت لكم إحنا أفعالنا دي وإننا حاجات كده بنعملها، بيدرسوا بها الكيزان دي، بيدرسوا بها ناسه. واحد كان اسمه مين كده كويدا القاعد في كندا، من شدة أنه هو مع احترامنا له يعني دي رؤيته، لكن رؤيته كانت مقفولة بخط العلم الاسم ده الكندي، وبيصلي به بيصلي، قال بيترحم علينا الدارفور، حتى غير الكلمة الصلاة ده تغيرها. ده الكيزان بيشيله وأنصار السنة بخطه في المحاضرات زي ده، وهو بيصلي هناك وبيجيبوا له الله يبدأ بخطه لهم كده وبدرسوا به الأطفال. دي الناس دارفور البشاكل وعمر البشير والجماعة كلهم الله أكبر كفار الله، انت فاهم عدم الوعي. بالمناسبة يعني انت لما دا تقول حاجة، يعني هسه مثلا انا زي الله بتكلم فيه ده، بوزن الكلام اللي انا داير اقوله شنو. نحن دايرين نفكك الماسونية الموجودة الان في داخل جمهورية السودان. ما يشترون بقروش يا اخي، هم تشتريكم بقروش؟ ها زول يقتلكم، يقتل القبائل تقتل وتسفك الدماء وتقلع الأراضي وتدخل الناس في المعسكرات، 4 مليون وشوية في المعسكرات، 600,000 قتيل، ها وشتت الناس. بعد زول واحد ما تحاسبه انت، تمشي تخط يدك مع الناس ديل تقول ديل بس نعمل معهم سلام؟ انت راجل؟ ها عشان يدوك شنو مثلا؟ كلكم ضغطوا الكلام ده، جيتوا قبل كده قلت لكم، جيتوا قبل كده خطيت يديكم مع عمر البشير، واحد فيكم فقط ما خطى يده، حركة عدل المساواة ما خطى يده، لكن كانت بتحاور في المؤتمر الوطني، صح ولا انا غلطان؟ يا جماعه ده ما سلام، ما تقصوا الشعب السوداني ولا تقصوا شعب دارفور ولا تقصونا ولا انتوا ما حتحكموا دارفور. ليه؟ لانه انتوا قادات فاشلين، انتوا قادات مبعوثين في داخل مجتمع دارفور، عديد قبول اليوم ما حتقدروا تحكموا، كلكم لو جيتوا ما حتقدروا تحكموا. ليه؟ لانه ما في واحد بيرضى بالتاني، لكن لو كنتوا كتله واحده ورئيسكم واحد ومستشاركم واحد وكلمتنا واحدة ونخط يدينا مع بعض في ذمتكم، أهلنا يموتوا 20 سنة، إحنا أبناء دارفور رجال القدر ده، إننا أكثر من 600,000 في الاتحاد الأوروبي، ما عيب فينا؟ ما عيب في حقنا يا أخي؟ نقعد كل يوم إحنا نجي نقول والله يا أخي السلام ده إن شاء الله بيجي وأنينا هنسوي سلام يا شيخنا، دي ما شماتة حسب المجرم. أقل حاجة المفروض أنت تطلبها هي ابتدائي الوقت يتحاز للسلام، أي ما في مشكلة دخل لنا قواتك دي أخوي داخل الجيش، ها وتخش في الوحدات كلها، تخش في الوحدات ما تكون وحدة واحدة، كلها تخش في الوحدات جوا، بعد ذلك إحنا بنجي بنعمل سلام معك وأنت قائد ثاني قوات الشعب المسلحة، كيف تقول نحن عندك ميليشيا كويس؟ طيب الفرق بينه وبينك كده، الفرق بين انه قواته دي وزمن عمر البشير شنو؟ ما نفس الكلام، كان قاعد مع عمر حسن احمد البشير هو قائد الدعم السري، والقتل والاغتصاب موجود، كان في زمنه في منو موجود؟ ما في صوت موجود، يبقى عمل شير والله يا زول، الله يبدا طويل في شغل جاي ورا ادونا بوسطرة. بنقول نحن أبناء دارفور، ها اللي بيقتلوا فينا ديل وأبناء جبال النوبة اللي بيقتلوا فينا ما قاعدين نتفك. ليه؟ لأنه ما عرفنا حقوقنا ذاتها هي شنو، حتى المثقفين مننا بنادوا بالعنصرية. الواحد أول ما يلقى أخوه داير يقدموا له ولا الرئيس داير يقدموا له ما بينظر يعني مستقبل دارفور كيف، أول نازحين كيف، لا 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 خلاص فلان بيخطوه في مكان وين وزير، والتاني وين خلاص تاني خلاص قلبه مات، يقعد بس يكتب لك في صفحته بتل 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 ابتال بتل ابتال بتل أب... انا ما ماشي وين
الناس بيضحكوا فينا. انتوا ما فاهمين القصه دي. لما نقول لكم ما تقول لنا ما تجيبوا لنا عيب، انتوا ما فاهمين الكلام ده. كلام ده ما انتوا ما فاهمينه كويس. بالمناسبه انتوا مفتكرين ان احنا بنضحك فيكم؟ لا ابدا ما بنضحك فيكم، ما بنضحك فيكم. في كلام انتوا ما قاعدين تسمعوه، احنا قاعدين نسمعه. بالمناسبه انتوا بتسمعوه، احنا قاعدين نسمعه. في كلام انتوا بتفهموا، احنا قاعدين نفهمه. ليه؟ احنا ما افهم منك صح، لكن عندنا جانب بنسمع حاجات تانية. انت عارف كيف؟ عندنا جانب بنسمع حاجة تانية. القطر من 2014 لحد يوم الليلة، القتل الموجود في دارفور السبب حقنا نحن، والاغتصاب الموجود في دارفور السبب حقنا نحن كزوج، وعدم طرد المنظمات السبب مننا نحن، والضغط والاغتصاب الجاري السبب مننا نحن، لأنه نحن ما رجال. ليه؟ لأنه كلمتنا ما واحدة. ليه؟ لأنه كل زول يكون جشع على الثاني، والنساء تغتصب وتضرب ليلا ونهارا مسكين. النار بتلد الرماد حين ولدا وزغرة، لكن للأسف 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 أنا بعتذر لكل أم قاعدة في المعسكر، وبعتذر لكل مقع انجلدت اندقت اغتصبت. نحن جبناء، جبناء على العقول. ما كنا تقول نحن ما عندنا السلاح. الحكاية ما سلاح يا فردة، الحكاية الاتفاق. قال لو متفقين ما عندنا ولا بندقية واحدة، اتفقنا قعدنا في الشارع ده بس. وبالسلمية دي، ده ما زمن السلاح بالمناسبة، سلمية دي بس نطلع معسكراتنا دي كلها ونطالب بتفكيك الجندويت. أمريكا وقفت معنا هنا، القرار الامريكي ده حقنا بتفكيك الجنجويد. انت بتساعدنا نحن ولا بتساعد الجنجويد؟ الجنجويد يا جماعه عدو السودان كله، ما تعين ليه لقبيلته، ما عنده قبيله يا اخي، ده عدو. حتى لو ودمك ودبوك ده عدو، ما تمشي خط يدك معه، حاسبه، أحلوا، دخلوا في دولة أحلوا يعني تأهيل حقيقي، دخلوا في حكومة أحلوا، ما تخلني برا. لا يمكن أنك أنت تمشي وأنت ذاتك بذات نفسك تمشي تجيب الميليشيا من جديد. والله وطالله اسمعوا الكلام ده كويس، السلام ده هسه شفته له ما بمشي لقدام. ليه؟ انتوا عارفين؟ لأن احنا ما متوحدين، ما بمشي ده ذاته، ما بمشي ما بمشي. ليه؟ لأنه ده عزم، ده ما سلام. السلام مفروض يدخل الدعم السريع جوه الجيش أول بند. الليلة حميدتي بجند من أول أمس، حميدتي بجند في أمراء بدان القبائل، بديك لها واضحة ما بتدس. جنوب دارفور، شمال دارفور، شرق دارفور، قرب دارفور، وسط دارفور، وانتوا عارفين كحركات مسلحة، كلكم عارفين. اطلع هنا اكتب لي يقول لي الكلام ده ما صح، هسي ده كلكم عارفين الكلام ده. تجنيد بن عمر الامير ده شنو كده؟ انا سألك كان قال لك العمير، العمير معاته شنو؟ الامير ده شنو؟ كلمة العمير مش 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 المجاهد. طيب الأمراء ذيل مش هم الشقال ومحمد حسن أحمد البشير في زمنه؟ مش هو نفس الناس الصناعة والصادق المهدي؟ مش هو نفس الناس اللي كانوا بيمرقوا من الإدارات الأهلية وبيتجندوا من الإدارات الأهلية
في الأمن الشعب الأمني ولا شغل جديد؟ نفس الناس، نفس الناس، نفس الناس. الآن قاعدين يجندوا، بيقولوا شنو؟ قال تعالوا يا عمر جيبوا ناسكم وتعالوا خشوا بداخل الدعم السريع. أنا بديك لا من هنا، بديك لا من هنا، ما هي ورقة قاعدة. بكرة الدعم السريع يمرق يقول لا لا الكلام ده قالوا وزوروا لنا والناس بتتكلم ساكت وحيقولوا الكلام ده. لا 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 لا، ما كلام ساكت. نحن عارفين الورقة دي طلعت من وين، وعارفين التجنيد قاعد وين، وكم واحد جندوا، وفيهم ناس عندهم ضمائر يتكلموا، والاجتماعات السرية تمت في وسط القبائل برضو جات. ليه؟ لأنه أنا سايقكم برضو زي ما أنتوا سايقين الناس، أنا سايق النازل، أنا حامل ده سايقكم دج زي ما أنتوا سايقين السودان ده دج، أنا سايقكم من جهينة 1 وجهينة 2 وجهينة 3 وبعد ذاك جيتوا والثورة دي قامت وداري تمشي تجيبوا وليد مادبو وتغيروا السكة وفشل وليد مادبو لدخوله في الدولة العرب العربية الممنهجة، بعد ذاك غيرتوها وجيتوا أكلتوا رؤوس القادات جزء من قادات الحركات المسلحة وجبتوا جهينة 1. الآن أنتوا زي ما قلتوا دارين اتمكنتوا وسبتوا الدولة دي اقتصاديا، دارين تمسكوها أمنيا، دارين تعيدوا مجدكم، ولقيتوا جزء مننا ناس يعني ما فاهمين حاجة في السياسة دي، لأن السياسة درجات، ما أي دكتور هو فاهم سياسة لا أبدا. والمصالح والمطامع خلتنا نحن كزموج زي ما كان زمان بيبيعونا عبيد وبيضحكوا فينا في أمريكا في كندا، حفرنا الدنيا دي كلها، الآن في بلدنا بحفروا فينا نستحق. ليه؟ لأنه كوسفورو ده تحفر بين الجبل، نسيتوا أنتوا؟ هاي نسيتوا كوسفورو؟ نسيتوا كوسفورو؟ كوسفورو نسيتوا؟ عشان كده أي زول لازم يعرف، أي زول لازم يعرف. أسي زي كلام اللي بيقوله محمد آدم ده، ده أسي ده شنو؟ أنت أسي ما تشوف وشك ده، ده أسي ده شنو؟ يلا الأين زي دي؟ دي العينة الرخيصة، انت فاهم القصة دي؟ دي العينة الرخيصة، مع احترامنا لك يعني. كويس، انا نقرأ الكلام، عملوا شير، شغلنا شيره خليه يمشي قدام. طيب الناس دي بيقولوا في شنو؟ المعتمر ام القرى، مطبع العم الولاية. طبعا هم بيخطوا شفرات المعتمر العام للقرى، الثورة دارفورية ضد الانفلات، اسمع الكلام ده كويس، 21 محلية تجمع كويس، مناقشة أمن الولاية جنوب دارفور، ده الكلام، الكلام ده قاعد أقرأ لك من هنا ترى. الوالي ذات عود راكب هنا، والي جنوب دارفور عود راكب في الكلام ده. كويس، قال لك للمناقشة حل شنو القضايا، قاعد الدعم السريع دبلو وضع الدماء على شنو في المؤتمر 10 و4 وكذا كذا مسلحة وكذا وكذا، وتحت الإشراف العقيد والأمراء القادة القبائل بتزيد. يعني أنا ماذا أقرأ الكلام ده كله؟ ماذا أقرأ؟ لكن ده بس أوريك الحاجات الحسي حاليا المبينة. الغرض من الكلام ده كله شنو؟ الغرض أنهم بيعمروا الآن أمراء القبائل، أمراء القبائل، الزعيم محمد حمدان دغلو أمراء القبائل. لما نقول عمير، الأمير ده المجاهدين، دين أمروهم أن يجهزوا ناسهم ويجي ينضموا لقوات الدعم السريع عشان يعملوا شنو؟ قال عشان حفظ السلام. هل أن السلام بيحفظوه ناس تابعين للحركة الإسلامية من أبن القبائل،
لا قبل كده انا قلت لك حميدتي لما جمع السلاح في 2016 و2017 جمع سلاح من قبائل وصلح قبائل، وقلت لك لما تجي دار تجمع السلاح الان في السلام ده بقوم بالصنفر ناس وديلك الجبيل الخلايا النايمه دي كلها بقوم بجيبه بقول لك كله بدعم سريع. انت دار تجمع سلاح من وين؟ ما حتجمع سلاح، هتجيب زول اللي يقتل من وين؟ ها؟ هتجيب زول عباد الناس في دارفور من وين؟ ما حتجيبه. ليه؟ لانه الان حيمتين الصنفر في كل الامناء وكل الامراء بتاع القبائل، غرب دارفور، جنوب دارفور، شرق دارفور، وسط دارفور، شمال دارفور، اسمعوا الكلام ده كويس، وكلكم انتوا عارفين الكلام ده. وقال لنا الكلام ده 13 يوم ليلا ونهارا شغال شغل صح، وانتوا بتعلموا تماما حكومة الولاية بتعلم تماما القاعد يحصل، كل الحكومات بتاعت الولاية وكل الولاة عارفين الكلام ده، وده تجنيد للحركة الإسلامية. نفس السيناريو البقى، نفس السيناريو احنا شيلناه ومشينا جبناه ولبسناه وطوب جديد. دارين تحاسبوا من انتم؟ دارين ترجعوا على بعض الناس؟ هل انه السلام ده بيرجع على بعض الناس؟ والاستنفار بتاع الحركة الإسلامية شغال؟ ما برجع زول. لو كنت رجعت لورا وكلكم بقيتوا كتلة واحدة ويدنا واحدة ورأينا كان واحد وغايتنا واحد، هل ممكن في مرة بيغتصبوها لحد يوم الليلة؟